هني كان عندي بالول، اخذت الفيليه بروح والراس والعظم بروح، حطهم في جدر، بصل وثوم، فوقهم فلفل اسود حب، هيل وورق غار، صب فوقهم ماي ونفوحهم بس 20 دقيقه. حط شويه ملح، دائما المروقات والفوح احسن شويه ملح عشان يقضب. عصر ليمون فوق الفيليه ونحط فلفل اسود، ملح، بهارات سمك وشويه طحين. بس يطبخ 20 دقيقه نسكر النار ونصفيه في جدر. على المرقة كركم، كمون، كزبرة، بهارات سمك، أكيد بدنا نملح. عنا بصل مقلي مقصوص شرايح، مقلي بدهن غزير، لما صار يغلي عدل نشيل منه شوي نحطه بهالمقلة، نصب فوقه ماي في نشا. هني نحط العيش البسمتي اللي نقعناه وغسلناه، معلقة سمنة صغيرة، هذا نخليه على نار عالية. هني أنا مسخن زيت حق قلي السمك، حطهم وبس جاهزين. هنشب العيش فوقهم السمك، ماي البصل بس شوي وثقلناه بنشا، صنا وبرولوز، بصل مكرمش وبقدونس. الطبخات كلها مصورينها بيوم واحد، هذه الطبخة الرابعة. أكلنا أكل أنا وأحمد 4 ساعات صرنا بس ناكل عيش طعمه بصل وسمك. بيقدروا البصل يطحنوا، والله مو قادرة أتنفس، بس بتاخد العقل. فظيع البلولة أحمد، برافو. حتى العيش لذيذ جداً، لذيذة.